الحكم اتخذ قدر. شفرادو انا هطبلوك البوليس حالا. شفرب سير 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 بعد امه فلمك. شفرب شد 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 والله اليوم تنحي. صوت ما كيشوفش. اوه العور كنتو لا كاينين كيقولوا ان شاء الله هذا راس لافوكا في الهضره وان شاء الله يخسر باش في الاخر نقولوا ايوا كان فيك فهمات وعلاش حيدتو هذا باش تجيبوا هذا الكره غضرب بوطو وغتخرج. الله يعطيك الصحه. زيدو مشي وحده زيدو مشي وحده بابور ريال. اسمع مورينيو كنسمع غوارديولا. شوف ما كان بو غوارديولا بو مورينيو. هذا هو راس لافوكا اللي كنبقى له هنا ملي ما كيقدروش يمشي يربحوا لي كيبقى له هنا. تقدر شي نهار تكون في الوداد ولا في الرجاء ولا في ليفا ولا في تطوان ولا في طنجه اي فرقه اللي غنكون ونقدر نكون في البرسا ولا في الريال. شنو هو؟ نقدر نكون في البرسا ولا في الريال. ما تعرفش الكره خصك دابز على لي غيف ديالك. دابا عجبتيني. ولا بغيتي نمشي بعيد كنسحب اليوم الريال مدريد ديال الفينال ديال ليفربول. حق بان حنا اللي درنا الريال مدريد اليوم واقفين جاتنا اون دو زوكازيون ماركيناها خلينا لهم كره يا لاغيبي. كنقولها ديما مع الصحافه المغربيه ملي كيديروا الضغط على الفرقه ديالك كيهضروا على الاداء. اداء صح اداء ديك اداء علمتها غير في المغرب. ناري 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 اداء 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 هو هو الاداء هو هي هي الاداء سميها كاف اداء. ماشي عارفوا ملي الفوتبول اليوم سي ليفيكاسيتي. باغي انا نلعب كره الحكا باغي نربح الرضا هو في انتظار ما تفرزه على ليك ليك على خير. خليكم مع الزيد خليكم مع وليد الركرك خليك على احتفال يا رجال. ولا قلتم 22 بطوله باقي فيكم جوع المصافي. جبتوا العصمه باغي 3 بوين. انا باغي انا نقصر انا مع انا البرسا انا باش نقصر انا ربحت 1-0 سالات سدات هيدا وما كاينش ماشي شغلي باسكو انا لا اسمعني لا خليني نسالي خليني نسالي خليني نسالي بغيتي نلعبو خليني ساكت باش ما نوض الصداع باسكو كنشوف دابا بزاف الناس كيبكي. سي وليد يعني كما كتشوف في الشوط الاول كان فريق الوداد البيضاوي ضعيف امام اولمبيك خريبكه. لا لا عندك الصح حنا ضعيفين من الاول ملي جيت انا ملي جا وليد الركراكي الوداد هي ضعيفه واليوم كنا ضعيفين اونكور. كتمشي معنا الكره مع عند الله ما عرفتش كيفاش. كنجي كنحطي الكره للدراري كنقول غير لعبوا وحنا ضعيفين على هذا الشيء بحق برافو كنشكر الله اللي كيعطيني ديك البركه اللي كاينه. ما كانش بو خدمه في الوداد ركراكي كيربح بالزهر والحمد لله ولا بقى هاد الزهر غنكون فرحان. مزيانه هادي ولا مزيان؟ اي والله استغفر الله. مع انا البرسا انا باش نقصر انا ربحت 1-0 سالات. وليد كنفكر ملي كنتي اونترينور ديال فتح الرباطي ملي كنتي مدرب مساعد ديال المنتخب الوطني رشيد طوسي في هذا الملعب الماتش ديال طوغو بزاف ديال الماتشات كنا في الباب ديال الكار وقلتي لي على انه بغيت واحد النهار نكون مدرب كبير ونتوج بالقاب هنا. انت اليوم كتوج هنا وانت اليوم جيتي للفرقه اللي كنتي بغيتي تدربها هذه واحد النهار. ايوا الحمد لله. شوف انا ديما كنت تايق في راسي كتعرفني من المنتخب ما كانش عجبني بزاف التصريح ديال الناس ديالنا ديال المغرب خصكم تشجعوا لونترينور ماروكان. كانوا كيقولوا ركراكي كيربح في الفوز سهله مشى للدوحه السهله وتشالنج. انا ولد الدرب وفين تربيت ديما كيقولوا خصك تمشي تشالنجي وجيت الوداد باش نشوف شنو عندي في لو كور وفي لينيرجي باش نبين جوستومون لي كاليتي ديالي. بغيت نسلم على الوالده. شوف كلشي مرضات الوالدين والله. شوف تهلاو الوالده ديالكم والوالدين ديالكم وديروا النيه تهلاو في الناس ديروا الخير والله ما يخيبكمش. دابا خصنا نهضروا الصراحه ما غاديش نكذبوا على الناس. والراجا الوداد الفوسيه الراجا ولا الوداد؟ انت جاوبني. طريق الاتحاد فتح الرباطي
في مجموعه ديال الاشياء احسن من فريق الرجاء حاليا. يلا في لي تيتغ شحال عندهم الوداد ديال لي تيتغ؟ انا كنقول الاجواء يعني الاجواء اللي ممكن انها شنو هي اجواء؟ شنو هي اجواء؟ الجمهور ديال الوداد والرجاء هو ديال لو فيس؟ لا ودابا الرجاء لعبت لا ما انا ما كنش نكذب شوف كان الرئيس قدامي ما بقيتش نكذب الرجاء لعبت الشامبيونز ليغ دارت 30,000 ولا 40,000 سبيكتاتور دونك حنا ما كنقولوش ما غاديش نوصلوا للرجاء الوداد هادي خصك تفهم حق اليوم انا ما كنقولش نقول لك حنا فحال الرجاء ولا الوداد سنو كنكذب عليك كنكذب على الجمهور ديالنا حنا ماشي الرجاء ولا الوداد بغينا نوصلوا للرجاء الوداد بحق لو بروجي ديالنا ما نقولوش حنا غدا نديروا بحال السيتي ولا باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان هي ريال مدريد ولا البارسا سيتي هي ليفربول ها السيتيز شحال الفلوس دارت وجابت احسن مدرب وزادت لعبه واش هي اللي دات الشامبيونز ليغ العام اللي فات ليفربول شحال عندها الشامبيونز ليغ 5 شفتي سيتي شحال عندها الشامبيونز ليغ 0 سيتي يا ليفربول انا كنهضر الكره ما نقدرش انا شوف انا تزيدت في الكره كنحمق على الكره خاسر جدا ما عندي ما يتسالك مع الوقت وتقدر تكون 10 سنين 20 سنه بحق ملي لا بوليتيك ديال الكلوب لو بروجي غيبقى هكذا شنهار غتجبر لو فيس ان شاء الله دي 2 3 شامبيونز ليغ حق ماشي على غدا تقول غنديو الشامبيونز ليغ وغنربحوا الرجاء والوداد ديجا دابا كنضربوا الرجاء والوداد ديجا ديجا كل عام اما الرجاء اما الوداد ديجا بدات الحمد لله قبل دابا كيخافوا منا دابا ملي كنلعبوا معاهم كيقولوا واش غيجيو يربحونا هدينا البطوله الوداد شي نهار غنديو الرجاء شي نهار غتجبر عندك 5 البطوله من بعد غتقول هي الفوس رجعت بحال الرجاء والوداد بحال اليوم الرجاء والوداد ما نكذبش على الناس ما نكذبش على الجمهور الرجاء والوداد كتبقى الرجاء والوداد هنا اللي غنديروا الغلط بحال بزاف فرقي في المغرب ملي كانوا باغين يكونوا بحال الرجاء والوداد ما بقاوش يقدروا يخلصوا اللعابه ديالهم ما بقاش والو كيلعبوا على الطيوح ولا هودوا الدوزيام سيري هاد اللاعبين خصكم تشجعوهم حنا المغاربه اوني تري ايموسيونيلمون اي نو فو دو لا كونفيونس فو با دي دوت باغ اكزومبل ان تي كوم عبد الزازولي اللي دخل عنده الثقه ديالي سا فيت ان تري غران جوور خصنا نعاونو ما خصناش نقولوا اه شنو داير ولا لا نعاونو اولديك ملي غتدخل انكور 15 مينوت سير انكور سير انكور وتضيع الكره وماشي مشكل الشاب معاك وان شاء الله ولا غدا مجموعين مع الجمهور واي واحد يدير نيه ويقول ان شاء الله غيتقاتلوا الدراري حنا خدامين الدراري خدامين وباغين البلاد ديالهم كيتقاتلوا انا كنقولها لكم حنا معاكم وانتم معانا وحنا عارفينها ان شاء الله غيكون خير السيد وليد الركراكي مدرب في كرة القدم ولاعب محترف سابقا بهذا التكريم الملكي السامي لهذه النخبة من الشباب يعزز جلالة الملك حفظه الله ثقة الشباب في دوره في مسيرة البناء وليد السي وليد الركراكي سي وليد الغزال الله يسهل عليك وليد 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 كنبغي نقول ان وليد يعني يعاون ربي والمغاربه يثقوا فيه ويعطيوه وقت ويعملوا فيه الثقه ان لا عملوا فيه الثقه راه غادي المغاربه غادي ينجحوا الجمهور هو كل شيء ان الكره بلا جمهور ماشي كره ان هي كتزعم الملاعبي الجمهور كيزعم الملاعبيه ووليد عنده هذوك الملاعبيه بحال ولادو